اذا مشاهدينا ومتابعين ملتقى قناه ملتقى الفاتح، حياكم الله. نحن اليوم في احد المحور اضاحي العيد عند الاخ توفيق البعوه ابو احمد. يلا تعال. كما تلاحظوا الغنم الموجوده عنده في صومالي تيوس وفي صومالي خرفان وفي خرفان عربيه، والخرفان والتيوس العربيه انباعت. كما تلاحظوا هذا الخرفان وهذا التيوس. ها؟ عندك حروف عندي. أبو. هذا ولدي وهذا الأضحية حقنا إن شاء الله. ما شاء الله. قربين نساوين هي والتيس. ليش؟ خلنا نصورها ايش قربت عندها تسوي. طبعا هذا رقم 17. ايش فيك يا عمر؟ لا تخاف، لا تخاف. لا تخاف؟ تعالي تعالي منوي، تعالي تعالي. ها هي انا اخترتهم لها الحين. هذا الاحمر. انا اشتيتيس. ايوه. اللي يعجبه. انا قلت له اللي يعجبه، لا هو قال يختار لي، قلت له انا رايح له. اه. اخترت له تيس وكنت اقول هذا ايش تبي عنده. طيب اي انا اخترت له؟ اخترت له هو قال يبغى تيس، اختار له تيس. الاحمر هذا شباب 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 والله. شوف شوف. ها؟ ولا هذا؟ هذا ينحقنا. ثاني ودقي قدام. هذا رقم 13 قد مبيوع. ايوه عاد. احسن منه والله. هذا كم سكتك؟ اي نو هذا حق هذا هي لعبنا. ذاك كم؟ هذاك بيقول 8 والله. من هذا الاحسن صح؟ ها؟ خذ لك خروف احسن لك يا نسيب. والله شوف هذا. شوف هذا يا نسيب. Oh!